ألحقت جرائم التزوير ومختلف الظواهر المرتبطة بها ضرراً بالخزينة العمومية وأموال الدولة، ولهذا تم رسمياً المصادقة على مشروع قانون يكافح التحايلات المالية واستعمال المزور من خلال اعتماد الرقمنة وتعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين. كما تضمن القانون عقوبات قد تصل إلى السجن لـ30 سنة أو المؤبد، مع إدراج جرائم التزوير في قانون العقوبات. إن هذا النص الذي حظي بمصادقتكم سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على كل مظاهر التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين واسترجاع بذلك ثقة المواطنين في الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية. يعد النص لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الوطنية التي من شأنها أخلقت الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة. هذا القانون كقانون خاص، بعدما كان يعني ظاهرة التزوير واستعمال المزور كانت في قانون العقوبات من خلال من المادة 197 إلى غاية المادة 253 مكرر، لأنه من أجل يعني تشديد في العقوبات في بعض المكامن، معالجة بعض يعني مظاهر التزوير التي لم يكن يعني قانون العقوبات يتضمنها، مثل يعني التزوير في المحررات إلكترونيا وكذلك المصادقة الإلكترونية. في الحقيقة كانت فيها مناقشة بناء من طرف النواب وتمت المصادقة على هذا القانون. اليوم القانون جاء في إطار تحديد بعض الجنح يعني المتواجدة في تزوير واستعمال المزور وطريقة مكافحته في ظل تزايد هذه الجريمة. كان لابد من إدراج إطار قانوني جديد يضمن تسليط أقصى العقوبات ضد كل مزور أو مستخدم للتزوير مهما كان، لأن المسألة باتت تتوسع أكثر فأكثر، والحل الأمثل رقمنة كل القطاعات.